السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال كتير من إخواتنا بيسألوه عن الطاقة الشمسية، هو أنا أقدر أشحن بخلايا قدرتها قد إيه؟ أشحن بيها البطارية؟ يبقى هنجاوب على كل الأسئلة وعلى كل حاجة بتدور في فكرك وكل حاجة حضرتك بتسألني عليها في التعليقات، هنعمل بيها حلقة اليوم ونقدر نتكلم فيها عن الخلايا الشمسية، إزاي تقدر تجيب لوح خلايا شمسية يقدر يشحن لك بطارية 12 فولت 80 امبير او 100 امبير او 150 امبير، نقدر نحسبها مع بعض بكل سهولة ونشوف التكلفة كام، لان كتير من اخواتنا بيسألوا هو ده سعره كام، هو ده بيتباع فين، اجيبه منين. كل الاسئلة اللي بتدور في ذهن حضرتك هنقدر نجاوب عليها ان شاء الله باذن الله. بس انا ليا رجاء عند كل اخواتي المشاهدين متابعين، الاول بقول لكم كل عام وانتم بالف خير باقتراب وحلول شهر رمضان الكريم، أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بألف خير. وكمان عايز أقول لأخويا اللي بيشوفني الآن، حضرتك بتقدر تدعمني وبتقدر تساعدني بطريق مباشر لو قدرت تعمل لايك للفيديو وكمان تفعل زر الجرس على وضع الكل. يعني لو حضرتك ما بيروحش ليك إشعار إن أنا نزلت محتوى جديد أو فيديو جديد أو حاجة جديدة، ياريت تعمل تفعيل الجرس على وضع الكل، علشان اول ما نعمل فيديو يروح لحضرتك اشعار يقول لك ان في محتوى جديد من قناه ابداعات محمد الصفطاوي. وبفضل الله ثم فضل اصحاب الفضل اخواتنا المشاهدين المتابعين هنوصل للربع مليون، احنا خلاص على وشك ان احنا نوصل للربع مليون، فان شاء الله باذن الله بيكم نقدر نوصل وبيكم نقدر نكبر ان شاء الله بفضل الله تعالى، هنقدر نشير الفيديوهات علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من اخواتنا المتابعين، وعقبال يا رب ما نوصل للمليون واحنا بنقدم محتوى هادف وراقي ومفيد لكل اخواتنا المتابعين. انا اسف على المقدمه، انا مش متعمد، ولكن في الفيديو ده حابب اقول لحضرتك ازاي تقدر تختار خلايا شمسيه مناسبه وكمان سعرها كام وتقدر تشحن بيها البطاريه ام لا. كلنا عارفين جهاز الانفرتر، الانفرتر زي اللي موجود معايا ده قدرته 2000 واط، هنشوفه مع بعض اهو. الانفرتر ده بيشتغل ازاي؟ زي ما انتم شايفين هنا، طبعا الانفرتر ده ممكن يشتغل على طاقة الرياح، ممكن يشتغل على الطاقة الشمسية، ممكن يشتغل من البطارية، اهم حاجة توصل له كهرباء 12 فولت دي سي، هيقدر يشغل لك الحمل اللي حضرتك عايز تشغله في قدرة وفي اطار الواط بتاع الجهاز اللي موجود معانا. الجهاز ده 2000 واط، 2000 واط، 2000 واط، يعني نقول 2 كيلو، هنقول ان هو بيخرج ال 2000 واط كاملين، انا ما اقدرش اخدعك ولا اقدر اغشك واقول لك بيخرج القدره كامله، يعني في اطار 1200 1300 واط يقدر يشغل وهو مستريح، تقدر تديله اكتر تديله 1500 واط تقدر، بس هيبقى حمل وعبء على الجهاز ممكن يبوظ من حضرتك. الجهاز اهو زي ما انتم شايفين بيجي كده ومعاه الكابلات بتاعته علشان تقدر تشحن من خلاله. ادي الجهاز وادي المكان بتاع توصيل الكابل بتاع البطارية، توصل الطرف الموجب مع الطرف السالب. هنا لو قدرت تبدل وتعمل التوصيلة غلط وانت بتوصل على البطارية هتضرب الفيوزات بتاعة الحماية اللي موجودة داخل الانفرتر. طيب هنقول بقى دلوقتي انا الانفرتر ده بنور عليه بيتي، انارة، شاشة، تلفزيون، راوتر، ريسيفر، كل الحاجات اللي موجودة معايا بقدر اشغلها من خلال الجهاز ده. بس انت عندك مشكله ان البطاريه بتستهلك، فبالتالي قاعد في صحراء، قاعد في مكان عايز تشحن البطاريه، فهيبقى الحل الوحيد هو انك تجيب خلايا شمسيه زي دي تقدر توصلها على منظم الشحن ومن منظم الشحن يدي البطاريه، فبالتالي اول ما النهار هيطلع هتبدا الطاقه الشمسيه تشحن لحضرتك مين؟ تشحن لحضرتك البطاريه بكل سهوله، طالما انك موصل ما بين الاثنين منظم شحن. وهنقول دلوقتي ليه انا بوصل منظم الشحن مع الطاقه الشمسيه، لان الخلايا الشمسيه دي ممكن تخرج لي 30 فولت، يعني الخلايا اللي موجوده معايا دي قدرتها 275 واط، هنشوف دلوقتي الاستيكر بتاعها من الخلف وكمان الكابلات اللي خارجه منها الطرف الموجب والسالب هيظهروا قدامك على الشاشه دلوقتي علشان تبقى عارف اللوح ده من الخلف عامل ازاي. يبقى انا دلوقتي هشتغل على الخارج من الخلايا الشمسيه مباشر على البطاريه
في ناس كتير بتغلط الغلطة دي، بتجيب الأطراف طالما موجب وسالب ووصلها على البطارية مباشرة. صدقني البطارية هتبوظ منك وهتتنفخ وهتضرب منك بسرعة. طيب علشان أحمي البطارية أعمل إيه؟ هتجيب منظم شحن في إطار الأمبير اللي أنت محتاجه. في منظمات شحن 30 أمبير 12 فولت، في منظم شحن 24، يعني الخلايا الشمسية دي بتخرج معايا زي ما شفتوا كده على الستيكر، بتخرج معايا 275 واط، وبتخرج معايا لحد 30 أو 31 فولت، وكمان بتوصل 37 فولت مع درجة الشمس الساطعة اللي هي بتبقى يعني مفولة للآخر، فبالتالي بتديك أعلى فولتية وأعلى أمبير. أنت دلوقتي عايز تشحن البطارية، وده الهدف المطلوب إن أنا أشحن البطارية، يبقى هجيب منظم الشحن. في منظم شحن زي ما انتوا شايفين BWM، ده هيخفض لك الفولتية لحد 12 فولت، ولكن هيخرج الأمبير زي ما هو. وفي منظم شحن MBBT، ده هيخرج لك الفولتية ويخفضها، ولكن هيرفع معاك الأمبير للضعف، وده مناسب جدا. أنا بقى هشتغل طوال فترة النهار باستخدام الإنفرتر، هشتغل باستخدام الإنفرتر مفيش مشكلة، طالما إن البطارية الشحن اللي داخل ليها كافي والسحب منها أقل من عملية الشحن، يبقى كده الموضوع هيستمر معايا، فبالتالي هقدر أشغل طول اليوم الطاقة الشمسية وهشغل عليها الإنفرتر مع تخفيف الأحمال، وبالليل هشتغل لأن مفيش شمس، هشتغل على المخزون اللي موجود في البطارية طول اليوم اللي شحنت من الخلايا الشمسية. يبقى كده جميل، وكده معلومة مهمة لكل إخواتنا المتابعين، يبقوا عارفين إن الخلايا الشمسية دي بتتباع عندنا هنا في مصر وبتتباع في أي مكان وعلى مواقع الإنترنت، تقدر تحصل على خلايا شمسية زي دي أو أفضل من دي، صناعة أمريكي ماشي، أي صناعة هتلاقيها موجودة على الإنترنت. هقول لحضرتك إزاي تقدر تعرف سعر الخلايا الشمسية. أنا بقول لك سعر الخلايا الشمسية من يعني تجربتي أنا الشخصية مع أغلب الشركات والمهندسين اللي أنا بكلمهم على خلايا شمسية، إن الواط عامل من 12 جنيه لحد 13 جنيه. يعني هي بتتباع بالواط ولا باللوح؟ أنا بقول لك إن هي بتتباع بالواط، ما بتتباعش باللوح أو الشريحة على بعضها. يعني تقدر تتصل بأي شركة أو مهندس أو أي حد يبيع الحاجات دي وتقول له أنا عايز 1000 واط، عايز 500 واط، عايز 700 واط، عايز القدرة اللي أنت عايزها، هيقدر يقولها لك عبارة عن خلايا أو 2 أو 3 أو 4. طب نيجي نحسب بقى كده، لو هي 300 واط في 10 جنيه ب 3000 جنيه، لو هي ب 13 جنيه يبقى 3900 لو هي 300 واط. يعني تقريبا ان ال 275 ال 275 نضربهم في 13 هيدي لك قيمه وسعر الخلايا زي اللي موجوده معاك. انا اسف على الاطاله، بس انا حبيت ارد لان تعليقات كتيره جدا جات لي من اخواتنا هم عايزين يعرفوا سعر الخلايا كام، الخلايا قادره على شحن البطاريه ام لا. تقدروا توصلونا ان شاء الله باذن الله بعد ما تشاروا الفيديوهات بتاعتنا وتعملوا لايك، وكمان تكتب تعليق علشان الفيديو ينتشر. ودمتم في رعاية الله وحفظه، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.